أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا وأحمده سبحانه وأصلي وأسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. إفشاء السلام، موضوع اليوم عن إفشاء السلام، شنو أجره وشنو ثوابه عند الله عز وجل سبحانه وما هو حكمه إفشاء السلام؟ يا أخواني، قال بعض العلماء أنه يستحب، أما رد السلام فواجب على كل مسلم، بل من حق المسلم على أخيه المسلم أن يرد السلام، إذا سلم عليك أن ترد السلام. وقد قال الله جل في علاه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ترد السلام تحيي، يا أما أنك تحيي نفس التحية أو أحسن منها. شنو الأفضل؟ الأفضل الذي بدأ الله عز وجل به أن تحيي بأحسن منها أو تردها، أقل منها ما يصير. مثلاً لو واحد قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله، هني طبقت قول الله عز وجل فحيوا بأحسن منها، أو ردوها تقول وعليكم السلام فقط، هني أنت رديتها. أما لو واحد قال لك السلام عليكم ورحمة الله، هني هل ينفع تقول له وعليكم السلام فقط؟ لا، لازم ترد التحية كما قال تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إنزين، بعض العلماء قال أن إفشاء السلام حكمه كرد السلام واجب، ولكن الحمد لله الأمر في سعة. إنزين، شنو ثمرة السلام؟ في أحد الأيام دخل أحد الصحابة فسلم فقال السلام عليكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عشر، ودخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال نبينا صلى الله عليه وسلم قال عشرون، ودخل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون. فسأل الصحابة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عن سبب هذا الكلام اللي قال عشر وهني قال عشرين وقال ثلاثين. قال: أما الذي قال السلام عليكم فعشر في الميزان عند الله عز وجل، والحسنة بعشر أمثالها، واللي قال السلام عليكم ورحمة الله عشرون، واللي قال ثلاثون، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فلهذا العاقل ما يبخل على نفسه بكلمة يقولها بثانية أو ثانيتين يرفع الله بها درجات ويزيد بها الحسنات. طيب، ماذا قال كذلك محمد عليه الصلاة والسلام في ثمرة إفشاء السلام؟ من يريد أن يدخل الجنة بسلام من غير حساب ولا سابقة عذاب عليه بإفشاء السلام. قال محمد عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الله أكبر، شيء عظيم يا جماعة، ندخل الجنة بسلام بلا عذاب قبلها. بدأ بإفشاء السلام محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك محمد نبينا خير البشر، كان حتى الصبيان الصغار إذا مر عليهم كان يسلم عليهم. بعض الناس يسلم على شنو؟ على معارفة بس، وما يسلم على الصغار، لا، يسلم على الكل. قال عليه الصلاة والسلام: سلم على من عرفته ومن لا تعرف، بل إن من علامات الساعة أن لا يسلم الإنسان إلا على من يعرف، وهذا من الخطأ الكبير. وبعض الصحابة كان يذهب للسوق ما له حاجة يسألونه ليش، قال لأجل إفشاء السلام ورجاء ثواب الله عز وجل من بركة إفشاء السلام. طيب، ما هو سبب المحبة فيما بين الناس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. الله أكبر، يعني محبة الناس مو شيء هين، لا شك إنه شيء عظيم، ومحبة الناس ثمرة من ثمرات محبة الله جل في علاه. إذا حب الله عبد كما أنتم يعني عارفين هالشغلة هذه، إن الله جل يخبر جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. فعلامة من علامة محبة الله عز وجل محبة الناس لك. إذن إفشاء السلام ثمرة وسبب من أسباب محبة الله عز وجل سبحانه. الجنة كيف راح يحيونكم أهل الجنة والملائكة؟ قال الله عز وجل: والملائكة
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم. وفي آية أخرى تحيتهم يوم يلقونه سبحانه جل في علاه تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله أكبر، أسأل الله يجعلنا من أهل دار السلام، حتى أن الجنة قال الله عز وجل عنها دار السلام. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نكمل باقي موضوعنا مع فريق المسلم الصغير، تابعونا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كمل. رحمة الله وبركاته. ليش أنا قلت لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ لأن موضوعنا اليوم عن إفشاء السلام. يا شباب، إذا سلمنا لازم نكمل السلام كامل، الأفضل هذا طبعاً، لأن الله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إما أنك أنت تسلم على اللي دخلت عليهم، طبعاً إذا كنت أنت داش مكان أو رايح مكان أنت اللي تسلم، حلو؟ وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، هذا طبعاً خاصة إذا كان في ناس متزاعلين. أما إذا تروح دوانية يصير تدخل على طول الله بالخير السلام عليكم سلام جيب. لا، قولها عدل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشان تأخذ 30 حسنة. هم شنو لازم يسوون؟ ما يصير يقولون عليكم السلام، لأن الله قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ما يصير أقل منها. حلو؟ فأنا شنو سويت توني؟ قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فشنو لازم تقولون؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام عليك، لأن الله قال أو ردوها. أنزين، تحية الإسلام هي شنو؟ هي السلام عليكم. شنو معناته السلام عليكم؟ معناتها انك تدعي الله عز وجل ان يسلم هذا الشخص من الشر كله. فانت لما تسلم عليه وتقعد معاه راح يسلم من شرك، فالله عز وجل شنو راح يسوي؟ راح يحفظنا باذن الله تعالى سبحانه من الغيبه، النميمه. فما يصير انت تسلم عليه وبعدين تبي له الشر والضر. يعني انت كأنك اعطيته الامان والسلام انه خلاص لا تحاتي. أعطيتك كلمة، أما إذا واحد دش الشر بعيونه تلقى ما يسلم، فهمت شو قصدي؟ فلما تسلم لا، هذه بداية خير. حتى إذا دشيت بيتك، شوفوا بركة السلام شلون عجيبة، دشيت بيتكم قلت السلام عليكم، حلو؟ إيش راح يقولون الشياطين؟ راح يقولون لا مبيت لكم. وإذا سلم وسمى قصدي سمى أثناء الأكل، إيش راح يقولون؟ لا مبيت لكم ولا عشاء. يعني اللي دش بيته ما يسلم ولا يسمع أثناء الأكل، الشياطين يجون بيته ويجون معاه أثناء الأكل. أما إذا سمى أثناء الأكل وسلم أثناء دخوله، الشياطين يقول حق بعض لا مبيت لكم ولا عشاء، يعني ما راح يبيتون بهالبيت ولا راح تعيش معهم. فأنت تطرد الشياطين بتحية شنو؟ الإسلام، ألا وهي السلام عليكم. إنزين، إفشاء السلام يؤدي إلى شنو؟ إلى المحبة. أفشوا السلام بينكم كما قال عليه الصلاة والسلام، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم. إنزين، لما تدخلون الجنة إن شاء الله شنو التحية اللي راح يحيونكم فيها الملائكة؟ تحية الإسلام. أحسنت، وهي السلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم. إنزين، الله جل في علاه من أسمائه السلام، سلم من كل عيب ومن كل نقص سبحانه القدوس سبحانه السلام. السلام هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، تقدس عن كل عيب ونقص وسلم من كل كذلك من كل عيب ونقص. حلو، السلام سبحانه سمى الجنة دار السلام، الله أكبر، وسمى نفسه بالسلام، وسيكلم الله عباده في الجنة ويقول لهم سلام عليكم. يقول الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم، مو السلام اللي هو بس الأمان، الناس عبالهم السلام في الجنة هو بس أمان، لا، الله قال سلام قولا، يعني الله راح يكلمهم ويقول لهم سلام عليكم، سيسلم الله عليهم. الله أكبر، فتحية الإسلام عجيبة عظيمة، استشعر ثوابها. حتى لو بتكلم واحد واتساب قول له أول شيء السلام عليكم، بعدين عاد اسأل اللي تبيه. وإذا سلم عليك واحد ترد عليه السلام لازم،
حلو؟ لأن أجرها عظيم وفضلها كبير. تحية الإسلام. أسأل الله عز وجل السلام المؤمن المهيمن سبحانه أن يسلمنا ويأمننا سبحانه في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا دار السلام، إنه كريم رحيم سلام. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك.